السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا وكي يصلكم دائما كل ما هو جديد. شكرا لكم. كان يا سيدي حتى كان الله في كل مكان، والملك ملك الرحمن. وكان يا سيدي الحبق والسوسن في حجر النبي العدنان، عليه أفضل الصلاة والسلام. حكايتنا اليوم حكاية جوج دخوت، مات باهم الحطاب وخلاهم لحمة حمراء في حجر أمهم. خدمات عليهم وكافحات عليهم حتى ولو تبارك الله شبان ما شاء الله عليهم. الكبير فيهم كان حمال في السوق، بعربته نهار وما طال هو كيحمل، يا متاع الناس يا سلعة التجار. والتاني خدا حرف تباه، كان حطاب. ابقوا على هاد الحال شلة من الزمان، كل واحد فيهم كيجيب اللي قسم الله، وما مخليين امهم محتاجة حتى لشي حاجة، ومعوضينها على التعب اللي تعبات كله على قبلهم حتى كبراتهم. واحد اليوم من الايام مرضت الام مسكينه وشدت الفراش، قصات وعانات، ووليدتها بجنبها قايمين بالواجب كله، كيعنوا بيها ويطيبوا لها الماكله ويوكلوها بيديهم. بقات على داك الحال حتى الدم والامانه امانته. بكاو الشبان مساكن على ميمتهم وتألموا، وعرفوا راسهم بقاو غير بجوج، لا حنين لا رحيم. الاب مات بكري ودابا تبعاتو الام، وما فادهم غير الصبر ويحمد الله ويشكروه على ما عطى وعلى ما يعطي. وما هي الا ايام قليله حتى قرر الشاب الكبير يخوي ذاك القبيله ويمشي. ارض الله واسعه وعريضه، يقلب حتى هو ويزيد يجتهد ويشوف منين يكسب المال ويلقى له حرفه جديده. عيا في خوه الصغير ما يطلبوا ويرغبوا ويقولوا بلاش منها، ولكن من اللي شافوا مصمم وواقف وعازم دعالو بالتسهيل وبالتيسير. ايوا يا السامعين، دازت ايام والشهور والسنين بعد ما مشى الاخ الكبير وخوا المكان على خوه. في هذا الوقت الاخ الصغير كان تشوج، وربي عطاه خمسة الولاد فيهم الولاد والبنات. بقى هاد المدة كامل على حرف تباه حطاب يا سيادي. اما الكبير فمن عليه الله تبارك الله وصبح تاجر، تاجر من التجار الكبار ومن الأعيان ديال المدينة اللي كان فيها. وهاد الشي كله بفضل المرأة اللي كانت زوجها، كان باها يا سيادي تاجر، هو اللي عاونه وساعده. وفي يوم من الأيام قرر الأخ الكبير يرجع للقبيلة يعاود يشوف خاه ويتفقده ويعرف شنو دارت به الأيام. وداك الشي ما كان جمع حاله ومحتاله ودا مراته وولده معاه ورجعوا يا سيادي لقبيلتهم. وغير هو يا سيادي دخل القبيلة، ما كان عليه إلا الفرحة بدات كتبان على وجهه والتبسيمة والضحكة. مشى يا سيادي حتى مراته وولده في الدار ديال الضيافة، وقصد دار خوه. غير هو تلاقى بخوه
زاد تبانت الفرحة عليه أكثر وأكثر. بعد الغياب ديال السنين الطويلة وخبن فيهم بجوج عامل السن تعانقوا، وكانت الفرحة باينة عليهم بزوج. جلسوا مع بعضياتهم شلة من الوقت، ما شافوا كاع الوقت كيفاش داز ولا كيفاش داتهم السوايع، وهما كيتعاودوا مع بعضياتهم كل واحد من جهته شنو دارت به الوقت وشنو كتب عليه في هذه الدنيا. وطلب الأخ الصغير من خوه يمشي يجيب مراته ويجيب ولده من دار الضيافة ويجي ويجلسوا معاهم. تما قال له أخويا ما ترفد هم، الدار اللي بجنبك أنا خديتها كيشتي، راه كنت سولت عليها وعرفتها راها محطوطة للبيع، ومنها إن شاء الله نكون قريب ليك وقريب حتى لوليداتك تبارك الله عليهم. الأخ صغير فراح قلبه وحمد الله وشكره اللي كتب له يتجمع من تاني مع أخوه ويكون قريب حداه. الأخ الكبير اللي هو التاجر سكن حدا أخوه واستقر، ولا كيشوف خوه الحطاب كل صباح يصبحوا على بعضياتهم ويدعوا مع بعضياتهم فرحانين سعدانين، حيت التاجر واخا ربي عطاه من فضله وزادوا من نعيمه بقى يا سيدي كيف الاول، ما تغيرت اخلاقه ما ترفع على ناسه. لكن مسكين واخا هادشي كله حياته ما كانت هانية، قال ربي يا سيدي عاطيه واحد المرأة عافية أما كيعجبهاش العجب، ومن غصى عليه مسكين حياته نقير بالليل وبالنهار، وزاد تكملات من اللي خلاو المدينة وجاو يسكنوا في القبيلة، وما كيعجبهاش الحال من اللي كتشوف التاجر مع خوه الحطاب. وتما كتبدا تعاير باللي الحطاب ماشي مساهمهم وماشي من مقامهم، وهاد العيشة ما عجبهاش نهائيا. لكن التاجر ديما كان كيجاوبها بنفس الجواب باللي هذاك راه خوه وما يتفرقش عليه، كان تفرقهم الموت. والتاجر مسكين كيبقى الوسط قلبه مهموم وحزين، ما قادر يفرق عليه المرأة اللي هي سببه في هذا الخير اللي هو فيه، من بعد ما كان ساعد باها وعطاه راس المال باش بدا التجارة ديالو، ولا قادر يفرق خوه من بعد ما لقاه وتجمع الشمل من جديد. واحد اليوم من ايامات الله عرض التاجر على خوه الحطاب للغدا ووصى المرأة تهلا، لكن يا سيادي ما كان غير عكس داك الشي، جا الحطاب وسمع مسكين جالسة كتنقر مع رجلها، غير هو تباتو ورزانتو عاوناتو وساعداتو، دار راسو ما سمع والو ورجع في حالو لدارو مهموم حزين. وهو يا سيدي راجع في الطريق لقى واحد درهم ديال الذهب، قال مع راسو شوف سيدي ربي اكرمني واعطاني من بعد ما ظلماتني وحقراتني مرت خويا. قرر مع راساتو غادي يمشي للسوق وجلا حاجات غادي يشري بداك الدرهم. وهو في طريقه داز على واحد البير، داك البير يا سيدي بخا غير يشرب منه، غير هو لاحظ السطل باش يطلع الماء امشى الدرهم من يدو تبع السطل. الله 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 الله، مسكين الحطب ما عنده زهر، داك الدرهم اللي خطط له شلا حاجات مشى طاح. طور وجهه مسكين وبقى كيتأسف ويتألم وكيقول مع راسو شنو هاد الزهر عندي، حتى اللي لقيت ها هو مشى.
عاودوا وجههم سكينو تكا على حيط البير وبقى يغوت كيف الحمق. وابغي درهمي، ودرهمي طاح في البير، اردوا لي درهمي، عطوني درهمي. وعاود جر داك القنبه اللي لاصق فيها داك السطل، طلعها. شنو هذا اللي فيها؟ فيها تبصيل يا سيادي، تبصيل خاوي. أزاد مسكين من جديد عاود تاني تقلق وبدا يغوت، اش غندير بهذا التبصيل؟ انا بغيت درهمي، تبصيل خاوي ما عندي ما ندير به. مسكين كيغوت كيف الحمق. ايوا يا السامعين، جاوبوا واحد الصوت ما حرفوش منين دوا معاه ولا منين تكلم معاه، اغير قول التبصيل اللي بغيتي، قول له عمر وغادي تشوف داك الساعة اللي ما عمرك شتيه ولا نويتيه ولا ضنيتيه. الحطاب يا زيادي مسكين تخلع، تلفت على اليمين وعلى اليسار وما بالو منين جاي هداك الصوت، هز التبصيل وقصد دارو. حط التبصيل عند الباب ودخل يا زيادي عند مراتو، عاود لها القصة وما فيها. غير هي سمعت القصة، نات كتجري جابت التبصيل وقالت له علاش لا، غادي نجربوه ما خسرين والو، نقولوا له عمر ونشوفوا باش غادي ياتينا. وغير هما حطوا التبصيل قدامهم وقال له الحطاب عمر، ايوا تبارك الله، شافوا قدامهم كل مال الضوطاب، الخيرات ديال مولانا كلها حضرات في داك التبصيل. افراح الحطاب هو ومراته وحمد الله وشكروه على هاد النعمه اللي عطاهم مولانا الكريم، وجمعوا وليداتهم وكلوا من داك الخير. لكن يا سيدي في هذا الوقت مرت التاجر كانت عند الشرجم وشافت كل شي اللي جرى وطرى، وشافت من اللي الحطاب رجع وحط التبصيل عند الباب، وكيف عودت رجعت مراته وهزاته من عند الباب ودخلاته. تما هبطت كتجري، ويا سيدي جات لحدا بابهم وبالضبط حدا الشرجم اللي كان حدا الباب. تما شافت كل شي على عينيها، كيف الحطاب أمر التبصيل يعمر وكانوا كياكلوا منه، وكيف كانوا تبارك الله عليهم ناشطين وفرحانين وسعدانين. تما يا سيادي ملكها الغضب وقررت أنها خصها تلقى شي حيلة وشي وسيلة باش ضروري تاخد منهم داك التبصيل. إيوا يا سيادي، المرأة نوات وخططات وقررت تنفذ التخطيط ديالها. غير هو خرج التاجر في الصباح تلاقى بخوه وشدوا طريقهم للسوق، تسنات شوية تبانت لها مرت الحطاب حتى هي خرجت. تما مشات قصدت دارو، دقات عليهم، حلت لها البنت، والو ناوية تنفذ الخطة وما تخلي لهم التبصيل يتهنوا به. تما طلبت منها شي تبصيل اللي يكون هاكي داير، وعطتها النعت ديالو حيت جايينها شي ضياف، واستعملت قاع التباصيل اللي عندها وخصها ضروري شي حاجة أخرى، يعني شي تبصيل أخر اللي تكمل به. البنت مسكينة بقانية دخلت منوات ما ضنات، هزات التبصيل عطاتو لها. تما مشات المرأة فرحانة سعدانة غطير من الفرحة. وهكذا كان سدت البنت باب الدار ودخلت لدويرتهم. لكن ملي رجعت امها مسكينة وعرفت بالخبر بأن راه مرات عمها جات طلبت التبصيل، ما عرفت لا ما تقدم ولا ما توخر، وتسنت حتى جا الحطاب
ورجع وخبراتو بشنو كانو شنو صرا. تما مسكين عاود تقلق من جديد وطلع له الغضب وبدا كيتحسر على هاد الزهر اللي عنده هكا داير. ومسكين بالفقصة اللي كانت فيه عاود شد طريق البير امشى كيجري ولا حس طل من جديد وبدا يغوت مسكين عاود كيف الحمق بحال المرة الأولى. بغيت الدرهم ديالي عطيني يا البير درهمي بغيت درهمي. غير هو طلع السطل وهو يلقى فيه هاد المرة غربال غربال خاوي. بدا يغوت من جديد اش غندير انا بغربال خاوي. في الحين جاوبو الصوت اللي كان دوا معاه اول مرة. اسيدي غير حركو غتشوف منو الخير كله. مشى بالجرايه سيادي لظهرو دخلو عيط لمراتو وعاود خبرها باللي كان وباللي قالو البير غير يحرك الغربال داكشي ما كان. غير هما عيطو بسم الله وحركو الغربال ونزلات الخيرات منو ديال الطحين عمرو تبارك الله اللي يكفيهم وخباو الغربال ووصل حتى بمراتو. اياك ثم اياك هاد المره الغربال راه ما خصو يشوفو حد ولا يوصل ليد حد وحتى ولادنا ما خصهم يسوقوا له خبار ولا يدريو بخبارو. وهكذا كان مشات ايام كل نهار الحطاب كيحرك داك الغربال كياخذوا اللي يكفاهم من الطحين ويعاودوا يخبيوه. دازت يا سيادي ليام واحد النهار مرت التاجر راجعة من عند شي خياط وهي دايزة من حداهم تسمعو من عند الشرجم. الحطاب كيقول لمراتو سيري جيبي ليا الغربال عندي به الغرض. سرحت يا سيادي عينيها من الشرجم وداكشي اللي شافت منواتو ولا ضناتو. شافت الحطاب كيف كيحرك الغربال والطحين نازل منه واخا الغربال ما فوت منه حتى حاجه خاوي. مشات يا سيادي لدارها وهي القلب ديالها كله حسد وحقد. لا 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 هادشي ما هوشي ما يمكنش هادشي اللي عيني شافته. تم ماشي سر خصني نعرف شنا هو. وقبل من هادشي كله هذاك الغربال غادي يصلح لي انا بغيتو انا انا اللي ديما في العراضات وداري عامره ديما بالتجار والعيان د المدينه. تما بدات عاوتاني المراه تخطط وتشاور راسها كيف تدير وش من حيله غادي تنفع معاهم باش تعاود تجيب من عندهم الغربال. وكيف النوبة الأولى في الصباح اتسنات التاجر مشى قصد السوق ديالو وخاب كيف ما ديما مشى معاه قصد الغابة. وبقات كتسنى مرت الحطاب لعل وعسى تخرج لكن والو عيات ما تسنى وما خرجتش. تما لبست الحيك ديالها ومشات لعندهم دقات وحلات لها مرت لوسا طلباتها ورغباتها وزوجت فيها وقالت لها باللي جايينها شي ضياف وراجلها التاجر جاب لها منك يا خناشي ديال الزرع. وهي هاد الساعة ما مسالياش عاد تمشي للسوق باش تشري شي غربال. إلا عندها شي غربال تعتقها به دغيا دغيا غير تغربل اللي يكفاها لذاك النهار والولد ديالها الصغير يعاود يردو لمات عمو. إوا خممات مرت الحطاب تعيات وبقات كتشوف فيها وقالت مع راسها وهي ما عارفاش بقصت الغربال واخا نعطيه لها غتغربل وغادي تعاود تردو ليا ما من
منو بس؟ أدت ياسيا دي مرت التاجر الغربال ومشات كتجري، دارتهم مع الطبصيل، خباتهم وسدت عليهم مزيان. إوا مرت الحطاب ياسيا دي في العشية هي تتسنى الغربال يرجع، لكن مرت لوسها ما بلها أثر. تما بدات مسكينة كتدخلها الندامة وخافت من راجلها إلا جا وما لقاش عاوتاني الغربال في الدار. الله الله مسكينة اش غيكون بيها. تما قررت تمشي لدار بلوسها وترجع الغربال ديالها، لكن يا سيادي عيات ما طق ولا اثر البشر ولا بغاو يحلوا لها الباب. قلبت بالطريق ورجعت مسكينه لدارها. ومن اللي رجع الحطاب وشافها جالسه مهمومه حزينه سولها على ما بها. تما عودت له القصه كامله مكموله وكيف جرى، وبدات كتطلب منه السماحه وهي مسكينه دموعها نازلين على خدودها حالتها تشفي العدا. الحطاب يا زياد مسكين بالفقصة اللي كانت فيه والصدمه خرج من الدار ما عرفش رجليه فين تدينه ولا فين غاديين بيه، حتى لقى راسو عند البير. عاود من جديد بدا يغوت، بغيت درهمي بغيت درهمي، عطيو ليا يا سيادي درهمي، انا بغيت درهمي. لكن يا سيادي هاد المره ملي طلع السطل طلع فيه عصا، بقى كيشوف فيها ما عرف هاد العصا علاش. بدا كيقول بصوت عالي نستاهل ناكل بها العصا، هاد العصا خصني ناكل بها الطق، انا اللي درتو لراسي. تما يا سيادي جاوبوا الصوت من جديد، هاد العصا اخر حاجه تاخد، انت اللي ضيعتي الخير كله اللي عطيتك، ادي هاد العصا لوليداتك، اعطيها لهم يلعبوا بها، ورد بالك راها عند العدو. ما فهم يا سيادي الحطاب والو، لكن هز العصا وعطى بالصدى وشد طريقه لدارو. عطى ديك العصا لوليداتو وما حركوها، وبدات هي كتنقز من هاد الجهه لهاد الجهه وهما كيموتوا بالضحك وكيلعبوا معاها. وهكا بقى الحال، رجع يا سيادي الحطاب للغابه كيحطب اللي قسم الله ويبيعو باش كيقور نهارو ونهار وليداتو. واحد النهار يا سيادي دخل ولد التاجر عند ولاد عمو يلعب معاهم، كيلعبوا بحال الناس، حتى جبدوا داك العصا وبداو يلعبوا بها، والعصا كتنقز من قنت لقنت وتلوى. رجع ولد التاجر لدارهم وعاود لمو على ما شاف، غير هي سمعت القصة وهي عرفت بلي هادي شي حاجة أخرى من جديد. وكيف ما ديما خططت وقررت تعاود تاخدها حتى هي. تما وصت ولدها وقراتو كيف يدير بلي من اللي يمشي يلعب معاهم حتى يكونوا كيلعبوا ويغفلهم ويهز العصا ويجري يجيبها للدار ويرجع في حالو. الولد يا سيادي نفذ بالحرف داكشي اللي وصاتو امو عليه وجاب العصا وجا كيجري. حلات لامو الباب وعنقاتو وباستو وفرحت بيه، وشافت هكا على جناب الباب واش ما جاي حد على اليمين ولا على اليسر، الطريق خاويه. سدت الباب ودخلت كتجري للداخل فرحانه غطير بالفرحه، لكن ما جات تحرك يا سيادي داك العصا في يديها حتى تهزت العصا للسقف وبدات كتنزل عليها بالعصا.
ما خلاتهاش تحرك لا علي من ولا على الله صرفين ما تحركت كتبعها. ادقدقاتها عصا ما حبزات حتى سخفات المرأة وطاحت الأرض. الولد مسكين ملي شاف أمه كتاكل الطق قبطها بجرية ومشى كيعيط على باه. مشى عنده حتى السوق وقال له يجيب الجرى يشوف شنو طاري في الدار. رجع التاجر بالجرى هو ولده، لقاو المرأة مليوحة في الأرض كلها زرقة، جابها ضرب هزوها داروها في الفراش وبدأوا كيف يقوها شوية بشوية. من اللي فاقت يا سيادي أعطتها البكا أعطامها كلهم كيحرقوها، وبقى يلح عليها رجلها ويبزز عليها حتى جاوبته في الكلام. تما يا سيادي عودت له القصة كاملة ديال خوه الحطاب ديال الطبصيل والغربال ودابا العصا. التاجر مسكين ما عرف باش يجاوبها، بقى حال فمو مسكين ما عرف ما يقول لها. علاش يا هاد المرا هادشي كله؟ خويا مسكين راجل فقير عمرو ما مد لي يديه، ربي كرمه وعطاه وانتي حستيه، علاش هاد قلت العفه اللي فيك وربي عطيك ومقوي عليك الخير ومفيضه؟ كيف غندير نواجهه دابا ولا نشوف حتى فيه؟ امرت التاجر بقات ترغب وتزوق فيه وكتشفع فيه تطلبه وترغبه يسترها. راهي لا مشى حتى عاود هاد القصه لخوه غيعاودها لمراتو، امراتو غادي يدير لها الحالة قدام عيالات القبيلة وكل شي غادي يديرها ضحكة وشفاية. إيوا باش غتسالي هاد القصة خليكم معايا، احنا غادي ندقة دقة كنشوفو، غير عطوني ودنيكم وكملوا معايا القصة غاتعجبكم. الحطاب رجع لدارو وشاف وليداتو جالسين كيلعبوا غير شي يلعبوا خلاص، فين هي العصا اللي موالفين كيضحكوا بها وكيدوروا موراها؟ هي كتنقز من هاد القنت وهما كينقزوا من هاد القنت. ملي سول يا سيادي خبروه وقالوا له داها ولد عمي، جاو هزها وهرب بها وجرى لدارهم. تما يا سيادي غضب غضب شديد وبقى كيغوت عندهم، وتما لامهم كاملين، لام بنته هي الاولى وزاد المراه وعاد كمل بولادو. هز بلغتو وخرج من الدار غضبان ما عارفش راسو حتى فين غادي. امشاش لا من الوقت حتى لقى راسو خرج من القبيله. تما هو غادي يا سيادي في الطريق بانت له واحد المراه كبة من الشيب، قرب ليها وبدأ يسولها على شنو اللي جلسها في هاد البلاصة خاوية. تم عرض عليها وقال لها إلا محتاجة شي مساعدة ولا ياك ما تبغي تمشي معاه حتى للدار، راه مولات الدار تفرح بيها وتعنى بيها وتكون بيها. ابتسمت المرأة وضحكات وقاتلو نيتك مزيانة، ونعتتلو الطريق الطويلة اللي قدامه يمشي حتى للراس ديالها غيلقى واحد الواد يقطعو، غير هو غادي يقطعو ما غاديش يمشي واحد المسافة اللي هي طويلة حتى غادي يلقى قصر قدامه. تما يوقف بابه ويأمرو يتحل، غادي يتحلو له البواب ويدخل ويلقى خيرات مولانا قدامه، يهز اللي بغى من ذهب واللي غادي يشبعو ويقنعو، ومن اللي يكون عاود خارج يأمر البيبان يتسدو. نفذ الحطاب الكلام اللي قاتلو المرأة بالحرف
ورجع يا سيدي الحطاب لدارو فرحان ما قده فرحة. بعد ما كان هز اللي قدو اللي يكفيه من ذهب ومن خيرات مولانا، وحمد الله وشكرو على كيف اللي كيعود له ديما خير كتر من خير. وشرى يا سيدي من بعد ما كان بدا كيبيع شوية بشوية من داك الذهب، شرى لوليداتو لباس جديد ومونا لدارو، واللي بقالو من الذهب باعو مرة وحدة، وعاود بنا الدار وقادها وتولها من جديد. ايوا يا سيادي مرت التاجر شافت هادشي وبدات وشوش فودن راجلها وكتقول له سير سول خاك منين جا هاد الخير كله، ما يمكنش هادشي ماشي فلوس لحطب، خاك يا سيدي طايح على شي كنز وما باغي يعلم به تا واحد. واحد اليوم من الايام عرض الحطاب على خوه التاجر، عرضوا للغدا وكرموا تبارك الله، وهما جالسين سولوا التاجر بعد ما استسمح منه والفضول ديالو. تما الحطاب يا سيادي ما قدرش يخبي على خاه، عاود له على المراه وعاود له على قصه القصر، لكن يا سيادي التاجر ما قدرش يسترها عنده، غير هو رجع لدارو عاود القصة كيف اللي هي لمراته. ايو قررت في الصباح غير يخرج راجلها، تشد الطريق تقلب على المرأة الكبيرة، داكشي ما كان. مشات يا سيدي حتى لقاتها وبدات تدي وتجيب معاها في الكلام، كتحاول تعرف منها القصة وما فيها، لكن مرت التاجر ما قعد لها ما عرضت عليها ما قدمت لها مساعدة، حتى كتسول على القصر. عرفت النية وما فيها، المرأة الكبيرة نعتت لها نفس الطريق ونعتت لها نفس النعت اللي قالت للحطاب، وبالتمام والكمال غتوصل عند الباب شنو تقول. وصلت مرت التاجر ونفذت الكلام بالحرف وباللهفة، بقات تجمع من ذهب ومن خيرات مولانا حتى ما قدت تجر داك الخناشي اللي عمرت فيهم داك الشي كله. وعند الباب غير هي بغات تخرج، عيات ما تغوت لداك البيبان يتفتحوا ولا من يسمعها ولا من يرد على صوتها. وبقات تماش الايام، تاجر مسكين هو وخوه عياو ما يقلبوا عليها ما خلو فين ما سولوا عليها، حتى لواحد الساعه وهو التاجر طاحت له في البال، قال ياك ما تكون مشات لديك البلاصه تقلب على المراه الكبيره، هي الطمع غالب عليها. مشاو كيجريو يا سيدي من بعد ما خبر التاجر خوه باللي راه كان عاود القصه لمراته، وهي راها طمعها غتكون مشات كتقلب على المراه الكبيره. وفعلا ملي مشاو يا سيدي عند المراه وعطاوها النعت ديال مرت التاجر، عرفتها وعقلت عليها وقالت لهم اكيد ملي ما رجعتش البيبان غيكونوا تسدوا عليها. تما بقاو كيطلبوا ويرغبوا ويزوقوا في المراه الكبيره تعاونهم وتساعدهم غير يقدروا ينقذوها. ملي شافت الراجل الحطاب الطيب كيف مسامح وكيف النيه ديالو مزيانه، قررت تساعدهم ودارت المحاوله بالمعرفه ديالها، تحلوا البيبان لقاو مرت التاجر مسكينة مليوحة في الأرض، حالتها حالة كتشفي العدا والعديان. تما يا سيدي بدات تطلب وتزاوق وكترغب في الحطاب يسمح لها ويغفر لها على كل ما دارت ليه هو ومراته ووليداته، وطلبت السماحة من راجلها وطلبته
يطلب الله يغفر لها ويسامح لها وعمرها ما تعاود وتقنع باللي عطاها الله واللي مقسم عليها الله. راهي احسن من شحال من واحد اللي عايش قل منها وحمد الله وشكره. ودازت ليام والشهور ودار الحطاب تهوى تجارته وفيض عليه ربي الخير وعاش مع مراته اللي من ديما حمد الله وشكره. وخاب جنبه حتى هو كيطور في تجارته. حكايتي يا السامعين هنا كتسالي. مشات هاد الحكاية من واد لواد وبقيت أنا مع الناس الكرام الجواد.